أعزائي الطلبة، السلام عليكم. موضوعنا لهذا اليوم هو Freezing Food Properties. محاضرتنا تحمل هذا العنوان. بالبداية خلونا نتعرف على مقدمة فيما يخص الـ Frozen Food Properties. هنا يقول The freezing process has a dramatic influence on the thermal properties of the food product. يقول انت من تسوي اجراء الفريزنج، طبعا خلي ببالك الفريزنج يختلف عن الـ كولينج. انت هنا ايش راح تسوي؟ ده يقول لك هذا راح يؤدي لك الى تغير كبير on the thermal properties of the food product، راح يبدل الخصائص الحراريه بشكل كامل للفود. ليش؟ Because of the significant amount of water in most foods and the influence of phase change on the properties of water, the properties of the food product change in a proportional manner. يقول وهذا التغير التام او التغير الدراماتيكي زين من ناتج شنو سببه؟ سببه لانه معظم الأطعمة متكونة غالبا من الماء، وهذا وتأثير يعني هذا التغير من جاي لأنه أغلب الأطعمة متأثرة من الماء وناتج أيضا من تغير الطور phase change، تغير الطور على هذه الـ properties on properties of water، على خصائص الماء. فالخصائص مات الـ foods مات الأطعمة تتغير بطريقة مضطردة. As the water within the product change from liquid to solid، يقول بتحول الماء اللي موجود بالبرودكت بالفودز المعين change from liquid to solid، راح يتحول الماء من liquid to solid، the density الكثافة و the thermal conductivity الموصلية الحرارية. ستقول لي مواصلية حرارية، طبعا كل مادة لها مواصلية حرارية، المي لها مواصلية حرارية، الثلج لها مواصلية، الهيت كونتنت الانثالبي اند ابيرنت سبيسيفيك هيت والحرارة النوعية الظاهرية of the product change gradually as the temperature decreases below the initial freezing point for water in the food. تتغير يقول تتغير تدريجيا كلما نقصت درجة الحرارة، طبعا تتغير ما ندري تزود تقل ما ندري بس تتغير كاتب وقبل، تتغير تدريجيا as the temperature decrease كل ما قلت درجة الحرارة below the initial freezing point أسفل نقطة الانجماد الابتدائية for water للماء in the food في الأطعمة. مثلا thermal properties شنو هي thermal properties of frozen food؟ الايس فراكشن يعني اول خاصية بالthermal properties نسبة الثلج. شلون نطلع نسبة الثلج الموجودة بالفود او بالبرودكت؟ تسمعوني شباب مو تمام؟ نعم استاذ واضح. جيد. To predict the thermophysical properties of the frozen foods which depend strongly on the fraction of ice in the food, the mass fraction of the water that has crystallized must be determined as follows. يقول لك حتى نخمن الخصائص الثرموفيزيائية يعني الفيزيائية الحرارية مالت الأطعمة المجمدة اللي تعتمد بشكل كبير على نسبة الايس نسبة الثلج بالفود، فان the mass fraction of the water نسبة الثلج mass fraction of the النسبة النسبة الكتلية مات الماء of the water that has crystallized يعني اللي انجمدت صارت بلورات لازم نحسبها بهذا القانون. طبعا هذا القانون ليس حفظ، هذا القانون يجيك تيبل
يعني تجيك شيت بهذا الموضوع، معادلاته وتيبلاته واموره. ما عندك معادله حفظ، ماشي يا شباب؟ الا المعادلات الاساسيه. تقول لي يابا شنو ان المعادلات الحفظ، شنو ان المعادلات المحفظ. من نكمل الموضوع راح اعطيك شيت بالمعادلات المحفظ، وعداها اللي يمر عليك فهو لازم انت تعرفه. يعني مثلا الكيو تساوي ام دلتا اتش، لاني مو حفظ عليك تعرفه انت. فنسبة الاكس ايس، نسبة الايس الثلج تساوي 1.1 او 5 اكس دبليو. هذا الاكس دبليو هو شنو هو؟ هسه نعرفه. 1 زائد 0.7138 لين تي صب اف ماينس تي بلس 1. هسه الاكس ايس هي نسبة الثلج، الاكس دبليو هذه الماس فراكشن اوف ووتر ان ذا ان فروزن فود من التيبل 7.1. شنو هو هذا التيبل 7.1؟ من هو؟ خلي نشوف التيبل 7.1 هذا مو واضح، طلع لكم جدول اوضح، او خلونا نشتغل هسه مو مشكله مو الا يعني هذا الجدول بسرعه نطلع نسخه واضحه بالمويستر كونتنت الاكس دبليو، ارقام لكل انواع الاطعمه هسه نشوفه. فالاكس دبليو هي نسبه الماء، تجيبها من جدول. التي اف initial freezing point of the food، درجة الحرارة الابتدائية للانجماد مالت الطعام. تي اف انت دا تشتغل تريد تطلع نسبة الايس اليا ماتيريالز، اليا طعام. هذا الملف واضح يا شباب امامكم؟ استاذ ماكو لحظه جدول راح يطلع عندكم جدول. ماكو جدول ما طلع عندكم جدول؟ يعني بعد لا ماكو جدول بعد هالمحاضره؟ بعد المحاضره القانون مال الايس موجود. نعم لحظه. هسه الان يا شباب اي نعم استاذ هسه موجود الجدول جيد هذا جيد. نفس مال الشرطات جيد هذا الجدول يا شباب ايش بيه هنا بفود ايتم يعني الطعام شنو هو طبعا ايش بيه هذا بيه من الفيجيتابلز وانت صاعد فيجيتابلز فروتس كل الانواع الاطعمه اللحوم الاسماك الصدفيات هاي هنا اللحوم اجهزتكم صامت بلا زحمه عليكم الصوصج البيض الاجبان الالبان الايس كريمات الحليب الملك كله هنا طبعا شبيه هذا ينطيك تفاصيله المويستر كونتنت البروتين الفات الكربوهيدرات الاش الانيشال فروزن تمبريتشر عفوا السبيسيفيك هيت ابوف فريزنج بلو فريزنج الليتنت هيت كل هذه الامور تلقاها بالجدول واضح فهذا الجدول تستخدمه حتى تاخذ منه بعض الخصائص زين نرجع لمحاضرتنا محاضره استاذ راحت الشاشه اي ثواني خلينا نرجع لمحاضرتنا هذه عبالي فصل لا نرجع لمحاضرتنا يا شباب الان حتى نحسب الايس الاكس ايس نسبة الثلج نطبق هذه طبعا هو منطيك نوع الطعام ومنطيك درجة الحرارة هاي درجة الحرارة ما سألتني هاي شنو يقول لك يابا اريد نسبة الايس بلحم بقري مثلا بدرجة حرارة مثلا فد ماينس 20 فتروح للحم البقري من الجدول تحسب الاكس دبليو قد او تحسب تجيب لنا تي فريزنج ايش قد تعوض بهاي المعادلة هذه التي مات شو اسمه هي التي اللي تجد عندها النسبة الايس اللي هي ماينس 20 فماينس ماينس 20 تصير بلس تطلع لك نسبة الثلج
هذا الجدول كنموذج، يعني شوية مو واضح، بس يعني هو من تجيبه تخليه بالمحاضرة للأسف يصير هيك، فراح نعطيكم غيره شوية أوضح، بس هذا هيك يعني حتى تطلع عليه. مثل ما اتفقنا كل أنواع الأطعمة، العصائر، الأمور كلها تلقاها هنا. زين، لو تلاحظ هذا المثال، لو تلاحظ، ترى صوت ماكو استاذ ايهاب. اسمح لي اسمح لي اسمح لي اسمح لي، وياك وياك اعطينا مجال. المحاضرة واضحة امامك صح؟ موجودة. جيد، ده تشوف هذا الاكزامبل 1. أي موجود. جيد، هذا الاكزامبل 1 يقول ب 150 كيلوغرام بيف كاركس is to be frozen to minus 20 ديجري سنتيغريد. نوع من انواع اللحوم، زين، يردون يجمدوها الى درجة حرارة ماينس 20. What are the masses of the frozen and unfrozen water عد هاي الماينس 20؟ ايش قد كتل كمية المي المتجمد وغير المتجمد؟ واضح؟ واضح. طيب هسه راح نشوف شلون راح نتعامل ويا هذا الشيء. زين، from table 7.1 من الجدول 7.1 اللي هو هذا، لاحظ هذا 7.1 واضح امامك؟ واضح. جيد، تعال خلينا ندور انا وياك نوع الطعام اللي هو هذا بيف كاركس، ماشي؟ شنو 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 كارلوس؟ يعني لشه، هذا لشه من اللحم. يعني ما محدد اللحم شنو نوعه. لا، البيف بقري، لشه من اللحم البقري. فانت تجي يعني استاذ بالنسبه للبيف يعني ما اعتمد انه الاغنام هم نفس الشيء؟ هو هسه احنا نجي للجدول نشوفه وين تفاصيله. هذا هسه فيجيتابلز، خضروات. انزل 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 انزل، هاي فواكه. انزل 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 انزل، هذه اسماك. انزل، هاي صدفيات. انزل، هذا بيف، هاي اللحوم. هذا هو، هاي اللش، هاي هذا هذا شبي تفاصيل. الاكس دبليو اللي هو نسبة المي 57.26. نطلع لنا الاكس، يقول the mass fraction of the water in the beef carcass is 0.58، يعني تقريبا 0.58 هي هاي النسبة اللي هي 0.7526. زين، مطلع الاكس دبل، وماخذ الجواهر استاذ، هو ماخذ الجواهر، ها؟ ماخذ الجواهر، رقم الجواهر ماخذه، حتى الرقم الجوهري مو 58، 58.21 يعني قريب عليه، قريب عليه، على مو قريب العموم. عليه. ايه نعم، على العموم مو مشكل، بس خلينا نشوف. ايه صحيح، ماخذ الجوهري، لان التي شو اسمه، التي فروزن ماينس 1.7 اللي هي هاي. طيب هو بعد اكو بوينت، ماشي مو مشكل. زين، فطلع لنا الاكس دبليو يريد فهسه هو احنا شو نريد؟ نريد نحسب الماس، كتلة الماء المتجمد ايش قد وكتلة الماء الغير المتجمد ايش قد.
يعني تحاسبني انت اذا انا مثلا صار عندي خلل بالاختيار مثلا واحد الصف الثاني؟ هسه اني ما راح اخليك شو اسمه، ما راح اعطيك خيار بي يعني بي اشتباه، راح اعطيك خيار واضح. عاشت ايدك، ماشي عيني؟ عاشت ايدك سر. زين. هسه احنا بالبداية طلعنا الاكس دبليو نسبة الماء، والانيشال فروزنج تمبريتشر مالت البيف هذه ايضا طلعناها اللي هي سالب 1.7. زين، باستخدام المعادلة الاولى اللي هي هاي، نسبة الثلج يساوي هذا الرقم في الاكس دبليو على 1 بلس هذا الرقم، عوض الاكس دبليو وهنا معوض هو 0.582 على هذا الرقم ثابت بس الواحد ماينس 1.7 من الجدول. هاي التيش قد هاي تي ماينس 20، هو مطيني اياها اذ عد الماينس 20 بلس 1 تطلع هاي النسبة. هاي نسبة شنو يا شباب؟ من يقول لي؟ نسبة التلج غير عافية التجميد. عافية، لا مو نسبة الماء المتجمد، نسبة الثلج يعني. نعم يعني نعم باوع عليه، باوع عليه. المي شوفه، المي هذا باوع، مو هاي كمية المي الموجودة باللحم أيوة. البقري اللي هو هاي اللشة، نسبة المي 58% تقريبا، يعني 60% من اللشة هي مي. هذه 60% 58% 51% ايش منها ايش بيها؟ متجمد، صح لو مو صح؟ هو استاذ هذا ستاندر، هذا النسبه مالت المي، ما هو لو عاطل. مثلا هم يحقنونه لو شنو؟ لا 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 لا، هاي ستاندرات، ستاندرات حقيقية من تحليل طبي، مو شغلنا. جاهزة هاي، ما جاهزة جايتنا. انت تقول هواية نسبة المي، صح؟ انت ايش تريد تقول، صح؟ يعني بالحاله انا من جاي اشتري لحم نص مي. مو نص، اكثر من نص. هو انت اكثر من نصك مي، خاف ما تدري، بس انت ما مر عليك هاي المعلومة، انت ما منتبه عليها. مو مر عليك، مو ما مر عليك، بس ما منتبه عليها. روح شوف. يعني انا ادري الدم استاذ، ادري الدم انه 90% من عنده مي. لا لا، هو معدل وزن جسم الانسان اكثر من تقريبا 3 ارباع، اقل اكثر منه شوية، يعني الرقم مو ببالي، هو H2O مي. زين، فهاي ال 58% هذا المي، 51% منه شبيه متجمد. ثلج. عافية، متجمد. فأقول المي الكلي اللي هو هذا 58 ناقص نسبة الثلج اللي هي هذه كاتبها 52 طالعة 0.06. هذا شنو هو ال 0.06؟ هذا غير متجمد. فإذا أضرب هاي النسبة ال 51 في الكتلة الكلية ايش تطلع لي؟ باوع. الايس في ال 150، هاي الايس في ال 150 كيلو غرام، راح تطلع لي نسبة الثلج، كتلة الثلج، يعني كتلة الثلج هسه ايش قد؟ 78 كيلو غرام اميا من ال 150 كيلو غرام. والباقي اللي هو هاي مال الان فروزن مالت الووتر، طبعا اسمح لي 0.06، هذا 0.06 اللي هو ان فروزن في 150 9 كيلو غرام، 9 و78 ايش قد؟ ما نقول 10، 88، 87. 87، لا 87 صحيح، 87. زين، 87 عبارة عن ثلج ومي، والباقي وين؟ انا ما فهمت منين اجت هاي ال 0.58، هي ما موجودة بالسؤال؟ لا هاي معطات؟ 88 هاي، اي معطات بالسؤال؟ لا هاي احنا حسبناها من الجدول، منا. هاي نسبة المي، هاي نسبة الباوع، نسبة المي بال بال بالاغذية. دا تشوف الاغذية هاي كل واحد، هسه شوف هاي، هاي 80، هذه هاي الكلمة بصراحة ما اعرف معناها. زين، هي هاي وين تابعة؟ تابعة يمكن للفواكه، اي للفواكه. هاي نوع من انواع، يعني مثلا هسه الابل، هاي التفاح، التفاح الفريش 83 تقريبا، 84 منه مي، متخيل؟ والباقي لا الياف. لا يعني ما توقعت هيك، يعني ما متوقع، صح؟ ما متوقع. هذا جدول مفيد لي بالحياة العامة، يعني صحيح، أريده واضح بالكتب إذا عندك. هو راح ادز لك شيء واضح راح تشوفه. زين، أي والله. طيب، فهذا اللحم اللي هو النسبة 58% منه، 58
58% منه شنو؟ مي. هاي ال 58 اريد اطلع ايش قد منها انجمد، اطبق القانون مال الاكس اي، الاكس ايس طلعت 51 من ال 58 متجمد. زين المايع ايش قد؟ المي 0.06. زين هذه في الكتله تطلع لك كتله الثلج، هذه في الكتله تطلع لك كتله المي، واضح؟ هو يريد كتله المي، هو يريد كتله الماء المتجمد وكتله الماء غير المتجمد، واضح؟ زين بالنسبه للدين بالنسبه ايه جيد، ايه تطبيق مباشر يعني، والقانون معطى بس شوي يكون تصير دقيق بتطبيق القانون وبتطبيق الارقام. زين 7.1 شنو هذا؟ 7.1 لا 1. هذا هذا رقم داخل القانون على حيدر خضير. نعم استاذ. هذا 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 داخل القانون. شو العد؟ انت ما سالتنا على ال 1.1 او 5، هذا قانون، هذا هذا كله قانون. العفو استاذ، استاذي هذا تفضل واثق. هاي ال 78 كيلوغرام من ضمن ال 150 الوزن عافية. الرئيسي عافيه. 78 كيلوغرام ثلج من ضمن ال 150. نعم تمام. و 9 كيلوغرام ايش؟ مي. عافيه. والباقي وين؟ واثق باقي لحم، مو لحم، بروتينات على كربوهيدرات على الياف على هالتفاصيل، واضح؟ يعني على تقدر تحسب لنا حساب واثق واثق باللحم. شلون شلون واثق؟ لحظه واحده واحده، شلون واثق؟ عيد النظر باللحم. عيد ما كفايه. لا 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 اشرب مي. لا لا هو هذا استاذ اقدر احسب حساب وزن واثق اني؟ شلون؟ واثق واثق الكرش ما تقدر تحسبه؟ لا مو مو تحسب، مو تحسب وزن واثق، تقدر تحسب البروتينات اللي عند واثق ممكن، او الكربوهيدرات او الامور هاي. على العموم شباب خلي بالك يعني موجوده هسه بالجدول؟ موجوده بالجدول مال الانسان؟ لا لا الانسان ما موجود بالاغذيه، هذا اغذيه فقط، بس تقدر تقدر يعني اكو ستاندرات عاده الرينج العام انه جسم الانسان هل قد بالميه من عنده مي. فانت فانت مثلا 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 خلينا نقول 70% مي، توزن واثق، واثق خلينا نقول وزنه فد 120، 120 في 0.7 0.7 ايش قد راح يطلع لك؟ راح يطلع لك تقريبا بال 80، يعني 80% من واثق مي. بس احنا اخذنا واثق كمثال، خلينا ناخذ عادي الانسان عادي، ف 80% مي، يعني تخيل هذا 80% من وزنه هو شنو؟ H2O. والباقي شنو؟ الباقي طلع عظام، طلع يعني طلع الهيكل العظمي، طلع يعني النظام العصبي، لان كل انت لازم تحسبهم، انت مو ببالك طبعا ذني. مهم لا فتشي لطيف جيد. الدنسيتي، البروبرتيز الثانيه، هسه احنا تعرفنا على البروبرتيز الاولى اللي هي الايس فراكشن، ايس فراكشن اللي هي هذه ايس فراكشن، واضح؟ نسبة الثلج، نسبة الثلج. زين غير نسبة الثلج شنو؟ غير نسبة الثلج ناخذ الخاصية الأخرى اللي هي الكثافة. تعرف أنت الكثافة مادة الماء، المادة متغيرة، ليش؟ لاحظ الموديلنج ذا دنسيتي اوف ذا فودز اند بيفرج ريكوايرز نوليدج اوف ذا فود بوروسيتي از ويل از the mass fraction and density of the food component. The density هاي الرو عدلها وطيكم اياها of foods and beverages can be calculated according to. هذا الكثافة تساوي واحد minus epsilon على summation xi over rho i. شنو هذا؟ هذا مثلا ينطيك food معين وينطيك البوروسيتي مالته، البوروسيتي معناها المسامية، ايش قد المسامية مالته؟ فواحد ماينص المسامية، يعطيك المسامية كرقم. الاكس اي شنو؟ ماس فراكشن اوف ذا فود كونستيتيونتس، يعني ال النسبة الكتلية للمكونات مالت ال الطعام على كتلته. مثلا اذا تاخذ اذا تاخذ نفس اللحم البيف، اقول لك مثلا البوروسيتي مالته خلي اقول فد 35%
45%، تقول 1 ماينص 0.45، تروح تشوف البيف هذا منين متكون؟ مي على كثافه المي. وين احنا؟ وين اشتغلنا البيف مالتنا؟ هذا البيف مالتنا اشتغلناه. تقول 58.28، وين تجيبها هاي؟ تجيبها هنا، تصير 0.8. طبعا على فكره كل رقم تجيبه من هنا تقسمه على 100% ما عدا طبعا درجه الحراره وما عدا السبيسيفيك هيت. زين السبيسيفيك هيت والليتنتيت هذني ماكو لهنا، شكو رقم تقسمه على 100. ليش؟ لان هو هنا معطيك اياه بالمية. واضح؟ بس استاذ ما مقسم بالمساله الاولى. لا شلون حكي هذا شو اسمك مشرق؟ هاي شنو هاي؟ هاي نفس الرقم. هاي شنو هاي؟ هاي شنو هاي؟ مو بوينت او 5.8؟ مو هاي 58 باع لها هذا البيف 58 لو مو 58. لا صح، تقسم على الواحد بوينت سبعة. لا الواحد بوينت سبعة درجة حرارة ما تتقسم. بس احنا نريد نحسب شنو الاكس. هذا الاكس تقسم تقول هو هسه شنو هو؟ نسبة المي على كثافة المي زائد، ليش خال اي؟ حتى تاخذ كل المكونات. نسبة المي هذه تقسمها على 100 وتجيبها تخليها بمكان الاكس وتقسمها على كثافة المي زائد ايش قد اكو كربوهيدرات بي 17. لازم اعطيك انا شنو؟ لازم عفوا البروتين، لازم اعطيك كثافة البروتين. اقول لك كثافة البروتين هل قد ترى؟ تقول نسبة البروتين هل قد على كثافته زائد بعد نسبة الفات الدهون ايش قد؟ 22 تقسمها على 100.22 اعطيك كتلة الدهون كثافة الدهون. بعد اعطيك كثافة الاش تجيب هنا، تقدر تطلع الكثافة مالت من؟ كثافة الطعام البرودكت. هسه تقول لي اقول لك هو احنا ايش نسوي؟ شنو احنا دا نتعرف الان على خصائص الاطعمه. من مميزات خصائص الاطعمه تتكون من عده مكونات. هاي نقطه راس السطر باوع. هذا البيف يعني من مميزات الطعام، جزء منه مي، جزء منه بروتين، جزء منه فات، جزء منه كربوهيدرات، جزء منه اش. واضح؟ هذن الاجزاء دا اشوفهن. مويستر كونتنت مي، بروتين بروتينات، فات دهون، كربوهيدرات توتال وفايبر الياف. هاي الكربوهيدرات والاش الاشياء اللي تهمل يعني شلون الخفت. زين هذني من مكونات الطعام، من مميزات الطعام يتكون من عده مكونات، فما تقدر تطلع له خاصيه. لازم الكثافة شوية تتعب عليها. هسه راح نشوف بعد أشياء هم راح نتعب عليها هين، يعني مثلا ثيرمال كوندكتيفيتي هم لازم تتعب عليها، يلا تطلعها تشتغلها. واضح كلامي يا شباب؟ وأستاذ القيم كلها نطلعها من الجدول. جيد جيد. الرو اي هي الدنسيتي اوف ذا فود كونستيتيونتس، يعني كثافة المكونات، كثافة البروتين، كثافة الماء، كثافة الفات، كثافة الكربوهيدرات، وهكذا. البوروسيتي إبساي is required to model the density of regular foods stored in bulk such as grains and rice، مثل المواد الحبيبية. For other food epsilon is zero، لباقي الأشياء الإبسلون is zero. زين الخاصية الثالثة اللي هي specific heat. specific heat يقول specific heat is a measure of the energy required to change the temperature of a food by 1 degree. الحرارة النوعية هي فد مقياس للحرارة، احنا نعرف هذا الكلام. الحرارة النوعية مقياس للحرارة المطلوبة، للطاقة المطلوبة حتى ترتفع درجة حرارة المادة درجة سيليزية واحدة، ترتفع درجة حرارة الطعام درجة سيليزية واحدة. therefore ولذلك the specific heat of foods or beverages can be used to calculate the heat load imposed on the refrigeration equipment by the cooling or freezing of the foods and beverages. زين يقول احنا هذا هاي الكميه مال السبيسيفيك هيت تفيدنا حتى نعرف، ربما تفيدنا حتى نعرف مقدار اللود او مقدار الطاقه اللي راح اصرفها على هاي المعده حتى تسوي لي تجميد.
ولكن السبيسيفيك هيت إلها نمطين او إلها حالتين. مرة عندما يكون الطعام ان فروزن فود، يعني شنو ان فروزن فود؟ طعام غير منجمد. تقول لي يعني شنو طعام غير منجمد؟ ليش اكو طعام منجمد؟ نعم، مثلا اخذ البيف. البيف درجة انجماده ماينس 1.7، بمعنى يبدأ بالتصلب، يبدأ بالانجماد عندما يصل الى درجة حرارة ماينس 1.7. شلون المي عند الصفر ينجمد؟ هذا لا، ينجمد عند الواحد ماينس 0.7، ماينس 1.7. فإذا كنت تشتغل أنت درجاتك مال الحرارة وسحبك للحرارة يشتغل فوق الماينس 1.7، أنت شده تشتغل بيمن؟ ده تشتغل بالأنفروزن، لأن أنت بعدك ما متجمد. اذا دا تشتغل 1.7 وجوه، انت وين دا تشتغل؟ بالفروزن. واضح يا شباب يا ولد؟ تمام استاذ، احس الموضوع جاي يدخل. ما يخالف، سهله. هو بصراحه ما يدخل. هسه السي باوع، هذه السي للان فروزن لها قانون، هاي لا اكثر ولا اقل. والسي باو هاي بي، حتى تقول يسخن لهم، والسي بالفروزن هذا قانونها لا اكثر ولا اقل. انا قصدي انه راح تجيب لي مساله بهن ذن كلهن مطالب. هيك تدخن انت لا تفكر بهذا. هسه خلينا نفتهم، انت دائما تروح ايش راح تمتحني، دائما تروح ايش راح تجيب لي. لا شلون غير انا هدف نجاح. خلينا نفتهم يا اخويا، افتهم، واذا ما نجحت تعذبني، بس افتهم. يا الله، هذا افتهم ثاني. جيد، الان فروزن فود يا شباب يقول اسمبلر موديل، فنموذج بسيط للسبيسيفيك هيت اذا كان الطعام غير منجمد، بمعنى اذا كنت تشتغل عند درجه حراره فوق درجه حراره انجماد الماده. واضح؟ هسه احنا كلبنا للبيف، خلينا ناخذ مثلا السمك، هذا نوع من انواع السمك. شوف هسه هذا نوع من انواع السمك، او هذا السلمون بعد ما نعرف هاي الانواع شنو ما شنو. زين، هذا لو تلاحظ درجه انجماده ايش قد؟ ماينس 2.2. اذا انت تجمد لدرجه حراره ماينس 1، فانت وين تشتغل؟ فوق درجه الانجماد. انفريز. عافيه، بالان فروزن. يريد السبيسيفيك هيت؟ بكل بساطه تطبق لهاي العلاقه، سي يو، السي مال الان فروزن يساوي هذا القانون 4.19، طبعا مو حفظ، راح يعني لست بالقوانين عندك، ماينس 2.3 اكس اس، هسه نعرفه، ماينس 0.628 اكس تكعيب الاس، حيث ان السي يو هي السبيسيفيك هيت مال الان فروزن فود، بمن؟ بالكيلو جول على الكيلو غرام كلفن. الاكس اس ماس فراكشن اوف ذا سوليد ان ذا فود، يعني نسبه الكتلة الصلبة من الطعام. واضح؟ زين. الفروزن شنو؟ فروزن فود ايضا بلو هذا القانون الجوي، هو فد قانون يصف لك اذا كان الفود فروزن، the food freezing point sensible heat from the temperature change and latent heat from the fusion of water must be considered. لازم نحسب، نخلي ببالنا اذا بالان فروزن بالفريزنج ده نشتغل، لازم نخلي ببالنا السنسبل هيت فروم تمبرتشر تشينج، الحراره المحسوسه من التغير بدرجات الحراره، كذلك الليتنت هيت التغير الطوري سواء الفيوجن من الانصهار او الانجماد. كونسيدر The following equation can be used to calculate the specific heat of the frozen food. هذه العلاقة أيضا مو حفظ. C A معناها C frozen. C apparatus، شوف عفوا apparent الظاهرية. Apparent specific heat هاي C A يساوي 1.55 plus 1.26 X S minus X W O minus X B في L O
تي اف تي سكوير. هسه نجيهن وحده وحده ذني شنو، لا تستعجل. مثل ما قلنا السي اي هي شنو، هي الابيرنت سبيسيفيك هيت، يعني الحراره النوعيه الظاهريه المن للفروزن، ده نشتغل بالفروزن فود بالكيلوجول على الكيلوغرام كلفن. التي فود تمبرتشر، انت بيا درجه حراره ده تشتغل، درجه حراره فريزنج، درجه حراره ان فريزنج، درجه حراره جو الفريزنج، جيبها تخليها هنا. ال او هيت اوف فيوجن اوف ووتر، الحراره الكامنه للذوبان جاهزه، هاي لازم تحفظها 333.4 كيلو جول على الكيلوغرام كلفن. الاكس بي، الاكس بي هي ذا ماس فراكشن اوف ذا باوندد ووتر مي بي استيميتد از فولو. الاكس بي شلون تنحسب؟ تنحسب من هاي الطريقه، الاكس بي يساوي 0.4 من الاكس بروتين، حيث ان الاكس بي هي الماس فراكشن اوف ذا بروتين ان ذا فود، هي الماس فراكشن اوف ذا بروتين ان ذا فود. زين لو تلاحظ هذا المثال وياي، هسه راح شويه نستخدم هاي ما مر من العلاقات راح نحسبهن. واضح المثال امامك يا شباب؟ واضح. جيد، اذا واضح جيد. يقول 150 كيلوغرامز اوف لامب ميت، يعني 150 كيلوغرام من اللامب ميت، من لحم اللامب الظأن، is to be cooled from 10 ديجري سنتيغريد to 0 ديجري سنتيغريد. تبردون هذا ال 150 كيلو من العشرة للصفر، استخدم لي using specific heat، احسب لي determine كمية الحرارة the amount of heat must be removed from the lamp، كمية الحرارة المزالة من هذا اللحم. طبعا طبعا انت ابتداء عندك 150 كيلوغرام لامب ميت، خلي نروح انا وياك للجدول 1-7 زين ونطلع اللامب ميت. وين الميت؟ لامب لامب، دوروا وياي بالله. زين استاذ، هاي استاذ الثاني اه بالسؤال بالجدول 1-7 لازم موجود نوع الطعام، لان منين اجيب قيمه؟ هسه هذا بيف بيف بيف، ماكو هنا، متاكدين؟ خلينا ندور من البدايه. اوقف اوقف اوقف، هسه احنا فروت على كيفنا، ما عندنا شيء فروت، مو هاي فواكه هنا، شوف هاي خضروات، هاي كلها خضروات، كلها خضروات. هاي شوف هذا الطوخ اول سطر، دا تشوفه هذا اول سطر، ما هو عنوانه. عنوان ما قدامه قيم، هذا فروت فواكه. انزل 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 انزل، هذا سمك فيش، انزل شلف شلفش شلفش شلفش، الاسماك الصدفيه يعني الاسماك اللي بيها اصداف، بيف شلفش بيف يعني لحوم البقر. المفروض هنا يمكن هنا، شوف هسه هذا ليفر، هذا ليفر الكبد، هذا الكبد جالس تسجل محاضرة أستاذ؟ نعم 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 دا تسجل. قاعد تقول معاني بدربك، أي شيء قول معاني حتى نستوعب. يعني هذا مثلا صوصج، هذا دجاج تشيكن، هذا تشيكن دجاج، هذا دوك مثلا، هذا باط، هذا تركي، هذا الديك الرومي، هذا البيض مثلا، شوفوا هذا البيض، البيض الأبيض، البيض الجاف، يعني هذا اللامب، هذا اللامب، هذا اللامب، لامب ميت. هسه هو منطيك لامب ميت، ما منطيك شنو تركيبه، خلينا نشوف احنا ايش ماخذين، يمكن ماخذين اول واحد هذا اللحم، اللامب لحم الظأن. خلينا نشوف مالتنا المثال، ماخذ اول واحد، رايح للتيبل 7-1. الكومبوزيشن اوف لامب از جيفن از فولو، تركيب اللامب منطيني اياه كما يلي، الاكس دبليو جيت 73.24، هذا مقسمه على 100 وجاي. انا احلك بهاي الطريقه، اروح اجيب معطيات خليني قدامي. طبعا 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 واحده
طبعا. بعد الاكس اف الفات، مو الفات، اكس اف بوينت او 5 يعني 5%، هذا الفات شوفه، هذا الفات. نعم نعم. بعد بروتين 20%، هاي البروتين تشوفها. نعم. بعد هذا نعم قسمه. اي لا مو قلنا تقسمه على 100. منو حيدر خضير؟ نعم نعم استاذ وصل عندي النت. باوع باوع حيدر باوع حيدر حيدر باوع ده تشوف الجدول امامك. نعم استاذ. ده تشوف هاي العلامه 100%. نعم نعم استاذ. هاي هذا لازم تقسمه على 100، يلا تجيبه لان هذا مضروب في 100 ترى. نعم نعم استاذ واضح. جيد. ماخذ اخوان البروتين، ماخذ الفات، وماخذ الاش. هذا الاكس اي، الاكس اي هو مات الاش. زين على خلينا نجيب بعد فت شغله، شنو هي ايش قد ايش اسمه الفريزن تمبرتشر، الفروزن تمبرتشر -1.9 جيبها بدربك. ده يقول using the equation of the unfrozen food since the final temperature is greater than initial freezing point of the food. إيش قد الفروزن الفريزن تيمبريتشر؟ الفريزن تيمبريتشر هي واحد -1.9. هو منين دا يجمد؟ هو دا يجمد من العشرة للصفر. نزل جوا الفروزن لو لا؟ نزل. لا وين نزل علي؟ وين نزل؟ ما نزل. -1.9 هي الصفر أكبر من -1.9. صح لو أنا غلطان؟ بالك وياي تسمعني؟ تسمعوني شباب؟ صحيح استاذ صفر سالب واحد. اسمعك انا اسمعك. صح لو مو صح؟ صح؟ فاحنا باوع عليه باوع عليه يعني 10 باوع عليه 10 الى 0 الى -1.9 يعني احنا بعدنا ما نزلنا، احنا بعدنا نشتغل بالانفروزن. فبالانفروزن باستخدام المعادلة الثالثة اللي هي هذه المعادلة الثالثة، طبق هذه تجيب لنا السي مال الانفروزن. ف السي هاي مال الانفروزن يساوي العلاقة هذه عندنا بيها الاكس اس مجهول. الاكس اس ايش قلنا؟ الاكس اس هي نسبة السوليد. شلون اطلع نسبة السوليد يا شباب؟ نسبة السوليد تطلع من واحد ماينص نسبة الليكويد. لا طبقها بالحاسب ما تطلع قبل هاي. خلينا نطلع الاكس اس هسه وطبقها قبل، بس خلينا نطلع الاكس لا أس. هي ما تطلع الاكس اس قبل. مو انت ما عندك انت ما عندك السي يو ما يصير مجهوليا ما يصير انت السي مش لحظه واثق مشرق انت هاي تريد تجيد السي يو سي انا فروزن. فانت تكون تطبق هاي العلاقه، هاي العلاقه بها نقص بس الاكس اس معناها نسبه الصلب. نسبه الصلب شلون تطلعها؟ تقول 100% ناقص نسبه السائل راح تطلع لك نسبه الصلب. صح؟ نعم. نسبه السائل ايش قد؟ هاي انت جايبها، هذا الاكس دبليو نسبه السائل 73% من نشبي مي. يعني ايش قد بدنا صلب؟ تقريبا 25.68. هاي مين اجتي؟ اجتي من واحد ماينص هذا الرقم، واحد ناقص السائل راح يطلع الصلب. شوف الصلب يساوي واحد ماينص السائل ويساوي واحد ماينص 0.7342 طلع لك نسبة الصلب. جيب هذا الرقم تعوضه هنا، جيب هذا الرقم تعوضه هنا، راح تطلع لك السي يو تساوي السي يو تساوي هاي العلاقة ويساوي 3.588 كيلو جول على الكيلوغرام كلفن. هو يريد شنو؟ يريد الحرارة المسحوبة. شوف قال لك احسب لي شنو؟ احسب لي الامامت اوف هيت. فكم هذا القانون مو 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 معطى، هذا عليك. ليش؟ لان الكيو تعرفها ام سي في دلتا تي، فتصير ام في السي في الدلتا تي. الكتلة 150 انا مطبقها 100 هي 150. شوف انا هنا فايتتني شغله، فش اريد منك؟ اريد من مو مشكله هاي انا اعدلها بسيطه. فهاي المفروض تصير 150 في السي 3.588 في 10 ماينص 0 النقطه الابتدائيه 10 ماينص النقطه النهائيه 0.
ايش تطلع الحراره المسحوبه؟ تطلع الحراره المسحوبه 5390 كيلو جول. تمام يا شباب؟ تمام. شو اريد منك الان؟ استاذي هابك اكو بس فقره شنو؟ قول. الخط ما صيغه الخط اللي يجي يسوي بيها وش اسمه البولت مالته فاتح فمن دين يطبع؟ ما تطلع عندي يعني انا بالنسبه لي هوايه الجيش المحاضرات اسخنه ما تطلع أسخنة. والله يا ريت يعني تطيب طيب والله صعب صعب يعني تريده مثل هاي إيه. تريده مثل هاي مثل هاي ما صلي وش ني والله اخ سهل 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 نعم طيب بس السيو ليها ما جات عيد بدون زحمه عليك هاي السيو هاي نعم نعم هسه انت هاي قانون خو ما عندك بها اشكال هي قانون هي قانون جاهز بي والسيو السيو المحتوى الحراري عافيه مشرف عافيه واثق المحتوى الحراري للماده بشرط ان تكون فوق درجه التجمد لان ترى هاي يعني فرق يعني الدلتاتي ما يصير ناخذ ماينص واحد شلون شلون بالله شلون يعني الدلتاتي إيه؟ ما يصير ناخذها 10 ناقص ماينص واحد لا 10 ماينص صفر انت شلك علاقه بدرجه الانجماد لانه فوق لا 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 واثق لا مو صحيح كلامك لا ما دا تفتهمني لا بس تاكد استاذ لا حبيبي واثق باوعني باوعني انت عندك هو قايل لك بالسؤال قايل لك اريد تنزل لي درجه حراره 150 كيلوغرام من اللحم من 10 للصفر تمام تمام صح لو مو صح تمام بس للتأكد اي اسمح لي اسمح لي من 10 للصفر فانت حتى تحسب الحراره الكتله عندك وفرق درجه الحراره عندك يبقى بس الحراره النوعيه اللي لازم تحطها فام في السي في الدلتا تي الام 150 السي لازم توفرها دلتا تي هي 10 ماينص صفر صح تمام تمام نروح نحسب السي بس السي بيها شغلات ليش مرة تكون السي اذا كنا ده نشتغل بالانفروزن بيها قانون ومرة يصير بيها قانون مختلف ثاني اذا كنا نشتغل بمن بالفروزن زين تسألني سؤال تقول لي يابا ايش وقت اطبق الفريز والانفريز هسا احنا نزلنا درجة حرارة اللحم للصفر ما نزلنا جوه لسالب 1.9 اذا احنا وين بدنا نشتغل بالانفريز بالانفريز مو لو لا واثق صحيح بالانفريز فشن نطبق يا علاقه عشان قايلين من العشرة لسالب 20 نطبق ممتاز هو انا بدي اقول لك هسه الهوم وورك مالتك سجل سجل يم المثال هذا نفسه على علاته سجل هذا المثال جو الصفر اكتب ماينس 10 ديجري سنتيغريد هوم وورك لو ما حاكي احسن لي لا 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 بدون حد الله العظيم ما حد يشك بطنك اليوم لا 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 انت لو قايل او ما قايل هو هذا اني اسلوب محاضرتي بهاي المحاضره علم يعني تشتغل وحده انا اشتغل لا والله انت زين بس هو بس هذا واثق انت والله انت ما يطلع من عندك يعني بس واثق هاي لا 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 مو واثق لا مو ليش تخلينا ايش اسمه يعني تخلينا ازودها ترى اذا تقول واثق ازود بعد ما هي اللاصد بعد لا لا فمو واثق زين يا شباب زين باوع علي باوع علي حيدر خضير وياي مو وياك استاذ ايهاب فعزيزي نطبق السي يو بعد ان عرفنا احنا دا نشتغل بالان فروزن سجل هذا قلنا هوم وورك يمك هذه العلاقه السي يو ترى كلش بسيطه بس تحسب السي يو السي يو بها مجهول واحد اللي هو الاكس اس نسبه الصلب نسبه الصلب الطلعه بعد ان تطرح نسبه السائل فواحد ناقص نسبه السائل يطلع لك نسبه الصلب تجيب تعوضه بالعلاقه هذه تطلع لك السي يو زين يا مثال ولا يا رقم الاكزامبل الثاني هي مو الملزمه ولا تسحبها ما موجوده ايه سهله 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 زين عيني زين عيني يا شباب بس مو تنسى الطبخ استاذ رحمه والدك صار سهله فبعد ان حسبنا السي يو بعد ان حسبنا السي يو
طلعنا السيو، اجينا عوضناها هنا، حسبنا الكيو. واضح يا تعالي شباب؟ السلام عليكم. عليكم السلام.